ماشي. محمد؟ الو، ايوه يا فندم. ده مش محمد ابدا. ايوه، فيفي نعيم معايا. فيفي، ازيك يا فيفي؟ اهلا، مساء الخير يا استاذ عمرو. عامله ايه، اخبارك ايه؟ الو. ايوه يا فيفي، اتفضلي. سامعك. ايوه، مساء الخير مدام رجاء. مساء النور يا فندم، ازيك؟ ايوه، الله يخليك يا رب، منوره الشاشه حضرتك. الله يخليك حبيبتي. ايه الشرط اللي انت عايزه تحطيه في ايوه استاذ عمرو. ايوه اتفضلي. البرنامج يعني الشرط اللي هو بيتحط في العقد انه انا من رايي ان الشرط اللي يتحط في العقد أيوة. ان هي تحط شرط ان لو زوجها مد ايده عليها قدام قدام اي حد او مثلا يعني تحط في الشرط كده ان يعني لو مد ايده عليها الضرب يبوظ الجواز يعني قدام اي حد، لا يعني يعني ايه يعني مثلاً لو ضرب اغراب او اهله او كده، ده يعتبر نهايه العقد. طب ولو ضربك في بعيد عنه يعني يعني الضرب ما يعني لو ضربك الضرب عموما اهانه. يبقى الضرب عموما مش بس قدام يعني الناس. الضرب عموما اهانه بالنسبه للزوجه. ايوه، فانت هتحطي شرط انه في اي حال الزوج مد ايده على الزوجه يعتبر العقد لاغي. الضرب بالظبط. اهانه لوحده ما يعني اولا بالظبط. بيسقط من عينيها. طب عايز اسال حضرتك سؤال حساس مدام فيفي. ايوه، تطلعي من اول مره يضربك فيها ولا من كذا مره؟ يعني مثلا لو هي مش غلطانه يعني مش غلطانه مثلا يعني مره اتنين تلاته تشهد عليه الناس. مره اتنين تلاته يعني في انذار. وبعد كده تشهد عليه الناس. يعني حضرتك مستعده تستحملي الضرب ثلاث مرات لغايه اما تشتكي؟ لا يعني مثلا لا يعني انا مبدأ الضرب نفسه غلط. انا فاهم مبدأ الضرب فيه إهانة. جينا في مره ضربك اتجوزنا إهانة من آدمية. انا يا فندم ضد الضرب، انا فاهم. انا بقول لحضرتك اتجوزنا وبعد سنه ضربها، هل أيوة. في الحاله دي تيجي تقول له حضرتك العقد لاغي طلقني ولا تستنى اما يضربها تاني؟ الضرب تقول له في حالة تكرار. لا، تكرار الضرب والإهانة أيوة حادث الاحترام. أيوة، عمرو بيقول لك دلوقتي ضربك مرة، هتقول له طلقني على طول ولا هتقولي له لو قررت ده مرة تانية هتطلق؟ وأشهد عليه الناس. مرة يتشهد ومرة ومرة طلاق. شكرا ليك يا بني. نسمة جيجي مش عاجبها الكلام. هي الناس مالها ضيفتي كريمة. ضيفتي كريمة.